السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وكيف ما وعدناكم وحنا في لابيرل دو السخيرات، خويا نور الدين كيقول لكم مرحبا بكم جوهرة السخيرات والمسابقة الذهبية والجوائز اللي والهدية الكبيرة تلفاز سمارت 75 بوس. اليوم غادي تكتشفوا معنا التفاصيل كاملة وتكتشفوا معنا الفائزين، فكنقول لكم مرحبا بكم في جوهرة السخيرات لي برومو ديال الهبال والكادو دائما كيتسناكم، ونتمنوا من الله نشوف الطومبولة عاوتاني من جديد. كما كتشوفوا الله يبارك خويا عبد العالي عزمي كيستقبلكم بالورد وبالحلويات وبالعواصير، اللهم بارك، الله يسخر الامور. هنا غادي تشوفوا معنا اجواء مميزه، مفاجات كبيره بحضور الفنان عبد الخالق فهيد، الفنان الكبير واللي صراحه كبرنا معاه وعشنا معاه تجارب ومراحل مميزه في الحياه. كما كتشوفوا هذه الاجواء في جوهره السخيرات قبل وصول الفنان ديالنا عبد الخالق فهيد. فالوقيته اللي كنتسناو الفنان ديالنا، فالفائزين غادي يلتحقوا، والسي عبد العالي عزمي كيستقبل الاخوان بصدر رحب وبكلمات زوينين، والناس فرحانه وما متيقاش راسها انها ربحات في هاد الطومبوله. وفي هاد الوقيته السيد عبد الخالق فهيد ياصل في هذه الاثناء. الفنان الغزال ديالنا تحياتي، الله يحفظك، الله يكبر بك، الله ينورك، مبروك عليك، مبروك عليك، مرحبا، تفضل. وصول الفائزين، ونخليو الكلمه للفنان ديالنا. اذا السلام عليكم مره اخرى، وحنا كنضربوا معكم موعد على السابقه اللي كانت على اننا درنا فرض القرعه وتعرفنا على الفائزين اللي راهم الان حاضرين معنا. واليوم كيوعدناكم اليوم توزيع ديال الجوائز لصحاب اللي استلموا، تبارك الله عليهم بصحتهم وبراحتهم، غادي نتعرفوا على الصحه الصحه الصحه. وزي عزمي هو معنا من المحل مزيان تبارك الله ما شاء الله، غادي نوزعوا الجوائز للناس على كل واحد. نبداو الفائز الاول ياك استاذ؟ الجائزه الثالثه. الجائزه الثالثه جيب الفرانه. الفرانه عندنا الفائز الثالث هو عباره عن فران. شكون غادي ياخذ؟ السيده ملكه تينوب عليها عفاف مسافره مع وليداتها. وها انت كتسميها السيده ملكه، الله يكبر بك. حنا غادي كي اتفقنا معك على اساس غادي ينوب عليك السيد، سميتك حبيبي سيدي عداس، او غادي ينوب عليك وغادي يجيب لك الامانه. ها تلقى صافي شي بهذا، تعال بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. اعتصم شكرا، طيب وتكرمي. شكرا، يلا سير بصحة وراحتك. الله يحفظك. الصحة ورا لك سير، الله يسلمك. إذا كي شفتوا المشاهدين الكرام الجائزة الثالثة راه خداها السيد، نشوفوا الجائزة الثانية. الثانية ديال سي عبد القادر، سلام عليكم، كدير بخير؟ منين سي عبد القادر؟ أنا من سليمان. من سليمان، شوف ليا هنا. وإذا الفائز الثاني هو سي عبد القادر من مدينة بن سليمان. الأصل الأصل. وتحية لساكنة بن سليمان. دابا أنت هنا في تمارة؟ أنا عين عتيق. عين عتيق، ايوا تحية ليك وتحية للناس عين عتيق. إذا كيف كتشوفوا ها الجائزة ديالو، ها هي غادي تسلمها الآن. الصحة والراحة، الصحة والراحة، الصحة والراحة. هي عبارة على ماكينة ديال الصابون، صابون ورد لقيتها أنا، ها صابون ونشر ليا مع راساتك، فجج لي قال لي رجل، ها صابون وعاود، صابون وعاود أنا مذوق فيك. صحة والراحة، صحة، صحة، تبارك الله. إذا كيشتو ان الفائز الثاني توصل الجائزه ديالو، غادي نمشيو للجائزه الكبرى. الجائزه الكبرى اللي هي عباره عن كتاب كبير ما شاء الله، انتم كتشوفوا مشاهدي الكرام، انتم كتشوفوا الاستاذ ديالو ماشي تلفازه، دايره زنقه، زنقه اللي تخرج وجود العز. اذا الفائز هو معنا، تبارك الله عليك. شكرا. اسم كريم. حاتيم. سيدي حاتيم. حاتيم ياش؟ مسيح. مسيح، مشرفين. من المدينة؟ أنا من حربوره. حربوره، تبارك الله. الفائزين تبارك الله عامل هنايا. سبحان الله. المدينة بغات موليها. صحتكم، صحتكم. إذا بصحتك هذه الجائزة الكبرى. كي غدير لي هذا؟ ديالي طايح. خويا عبد العالي غناخذ واحد الكلمة من عند سي حاتيم بمناسبة ديال الفوز ديالو بالجائزة الكبرى. سي حاتيم كيفاش كانت ردة الفعل مني جاك الاتصال وأنت الفائز بالمسابقة الكبرى؟ وهي نورمالمون ما يطيقش، هي نجيك صراحة
ربما كنت نقول انا ما كانش واحد مصداقيه في هذه الطنبوله، ولكن هنا لقيت مصداقيه، كاينه مصداقيه. ما كنتش انا تنتقد انا تنقول الطنبوله، ولكن هنا عند سعد العالي الحمد لله كل شيء داز مليان، وما كنتش متوقع انا كاع نهائيا هذا الفوز بهذه الجائزه الكبرى. وشكرا لعبد العالي بزاف، شكرا للطاقم الاداري والتقني ديال جوهرتها الصقيرات، وشكرا لسعد الخالق بزاف. الله يحفظك الصحة والراحة. قدام قدام ربح سعد الخالق. الله يحفظك الصحة والراحة. الصحة والراحة. الصحة والراحة. سي ورا سي الثانية. يلا. فات الكيلو من السيدة. سعد القادر اجي من هنا. شكرا للسيد عبد العالي عزمي، شكرا لجميع الاخوان، شكرا للفنان ديالنا صراحه في هذا الاثناء اخراج الجوائز لاصحابها جوهرة الصخيرات، الكلمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. مازال العروض الزوينه جايكم في الطريق، ما عليكم غير تلتحقوا بالمحل ديالكم، عروض استثنائيه دائما في جوهرة الصخيرات. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.